تعريف. جملتين تعريف عني. سماء وكيل قرية معليا، تعلم سنة أولى مصلحة اجتماعي، منتمية بالجامعة وقطريا لحركة أبناء البلد. أي مرشحة؟ رقم واحد. أي تفضل. أول سنة بتكون بتخيل إنك الصبية الوحيدة المرشحة رقم واحد باللجنة. وهذا الإشي. وبرضه هذيك السنة كمان أنا كنت أتعلم علم نفس. برضو كمان كنت مرشحة أولى. واختيار المرشحين كيف تم؟ كان في عنا اجتماع، كل أي شخص بده يرشح حاله هو يعني طبعا اقترح أي في أي منطقة بده يكون في أو في رأس القائمة في آخر القائمة. حطينا كلنا مع بعض القائمة، أي واحد عنده اعتراض صار عليها تصويت في النهاية. القائمة اللي كان يعني إجماع وإذا كان في اختلاف تلجأ للتصويت. بالضبط. وفي بتحسي انه كونك صبية هذا بيعمل تحديات معينة، خصوصا انه الاغلبية هن شباب اكيد في قصة اذا نطلع على الاحزاب الاخرى، يعني بنحس انه المسيرين او الناس اللي هي دائما بتتخذ القرارات هي الشباب يعني للأسف. بس في حركة أبناء البلد أنا ما كان في عندي ولا أي مشكلة من بداية السنة، من أول سنة دخلت فيها كان لي دور قد كبير داخل الكادر، من سكرتارية لمرشحة أولى بكل سهولة. يعني ما كان في هاي العقلية لا لأنك بنت أنت لازم بالأول تتعلمي وأنت ما بتقدري تفكري وما بتقدري تتخذي قرارات. بالعكس من بداية مشواري في الجامعة مع الحركة الطلابية وأنا حاسة إنه أبناء البلد معطي منبر اللي هو جدا مفتوح. نقاط الالتقاء مع الأحزاب الأخرى ونقاط الاختلاف، إمكانيات تحالف مع الحركة الإسلامية بعد ما إنكم تعريف حركة علمانية، فإنه إمكانيات تحالف مع حركة إسلامية بعد نتائج الانتخابات. أول شيء إحنا ما عندنا ولا أي حركة نعتبرها كخط أحمر اللي ما ممكن نأتلف معه. إحنا ممكن من كل فئة موجودة أو من كل كتلة عندنا شيء هالقد مشترك، فإحنا دائما في ائتلافنا بنشوف إيش هو عن جد لمصلحة اللجنة واللي هو إيش بدي ينعش اللجنة. إذا كان ائتلافنا مع إقرأ فليكن ائتلافنا مع إقرأ أو ائتلافنا مع الجرح. علمانية مش ضد الدين، يعني احنا مش ضد انه يكون في حركة دينية، ولكن احنا ضد انه يكون في نظام اللي هو نظام على اساس ديني. احنا بدنا نفصل الدين عن الدولة، يعني احنا مش ضد انه الانسان يكون متدين، لا بالعكس، يعني مش عندنا ولا اي مشكله على هذا الاساس. احنا فعلا اي حليف ممكن يكون مثال بالنسبه لكم من المطروحين؟ احنا بعد عن الكل قد ما احنا قراب من الكل، مع كل كتله في عندنا ائتلاف جوهري، زي ما في عندنا نقاط مشتركه اللي هي كمان برضه جوهريه. يعني اذا بناخذ مثلا الجبهه العدل الاجتماعي احنا بنطالب بنفس الشيء، اذا بناخذ التجمع المحور القومي نفس الشيء، اذا بناخذ اقرا بالنسبه لدوله واحده احنا برضه بدنا دوله واحده ومش دولتين. يعني فكل واحده زي ما في انه شيء اختلاف اللي هو جوهري في برضه شيء نقطه اساسيه انتم حاطينها على سلم للسنة القادمة، نقطة أساسية برأيك لازم تنحل. جملة واحدة. تغيير اللجنة الحالية وتغيير الائتلاف الموجود داخل اللجنة. حل مشكلة، أي أكثر مشكلة أنت؟